الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن فوائدها أيضا أنه ينبغي للداعية أن يطلب المعاذير، أن يطلب المعاذير لإخوانه الدعاة الذين أخطأوا في حقه، ولا يجعل أخطاءهم سبيلا يسوغ لنفسه أن يتكلم فيهم هم، فيقابل الخطأ بالخطأ فينتصر لنفسه في هذه الدنيا ولا يكون أجره على الله. فإن من برد غليل قلبه في عدوه يأتي يوم القيامة وليس له حسنة الصبر. خلاص عجلت لك الآن، عجلت برد قلبك، لكن لو أنك كتمت وصبرت واحتسبت الأجر فأجرك على الله عز وجل. ولذلك الله عز وجل يقول وجزاء سيئة سيئة مثلها. إذن خلاص خذت حقك في الدنيا، لكن الثانية فمن عفا وأصلح فأجره على الله. إذن القصة الأولى أو الحالة الأولى ليس أجرك على الله، لو كان أجرك على الله في الحالتين لما قيد الحالة الثانية وترك الأولى مطلقة. فأنت بأجرك على الله ولا أجرك على نفسك؟ أجرك على نفسك أنتقم، وأجرك على الله أصبر واحتسب الأجر. هذا تنظيرا نستطيعه، لكن أما تطبيقا فنسأل الله أن يعيننا على هذه النفوس الضعيفة. فإذا طلبوا المعاذير من مكارم أخلاق الداعية. ولذلك سعد بن عبادة لما دافع عن ابن أبي سلول ومن تكلم، انتبهوا، قالت عائشة وقد كان رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية. يعني لم تحتمله الحمية، لم يقل هذا الكلام لأنه مصدق فيني أو أنه يتهمني، لا، ولكن حميته هي التي جعلته ينسى أمر هذا الأمر ويتكلم بمثل هذا الكلام. أو ليس هذا من باب الاعتذار للداعية؟ مع أنه خطأ، ما فعله خطأ، ولكنها طلبت له العذر رضي الله عنها وأرضاها، وهي في هذا الظرف العظيم، في هذا الظرف العظيم تطلب له المعاذير. الله، الآن نحمل كثير من الناس يحمل أحوال الدعاة على أخص المحامل، على أخص المحامل، ويفسر مقاصدهم على أخص التفسيرات، ويحمل كلامهم على أقذر التأويلات، مع أن الباب في حسن الظن مفتوح في 99 احتمال، لكن سوء نيته وخبث طويته وفساد نيته وظنه في, 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 في أخيه الداعية هو الذي يجعله لا ينظر إلا هذا الاحتمال السيء الواحد.